ورجعنا تاني وفقرتنا النهاردة يعني فقرة موضوع مهم جدا وموضوع بيهم كل ستات مصر، هي التحرش. مصر أصبحت بتحتل المركز الثاني بعد يعني دولة تانية في التحرش، في 93% التحرش بتاعتهم في مصر بيتعرضوا للتحرش الجنسي، وفي من 99 انا اسفه في 60% بيتعرضوا للتحرش عن طريق الملامسه الجسديه، وحوالي 54% بيتعرضوا للمعاكسات الكلاميه زي ما كنت بقول دلوقتي من اول حتى سن 8 سنين. الحقيقه بقت مشكله سخيفه، مش كده يا مها ولا ايه؟ جدا يعني احنا بنقول ان التحرش ده فعلا من اخطر الافات اللي بتواجه مجتمعنا. خطورتها اكبر في تاثيرها على نفسيه البنت اللي بيتم التحرش بيها. في احصائيه صادره عن المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه بتاكد ان 62.6% من ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي في مصر سنهم لا يتجاوز ال 20 سنه، ونصهم من الاطفال تحت 15 سنه. وقال المركز ان نسبه الانسات في قائمة الضحايا بلغت حوالي 75% وحوالي 40% أميين لا بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، أما الجناة فغالبيتهم للأسف متجوزين. ورغم أن الدولة عملت قانون بيحرم التحرش وفرضت عقوبة حبس 6 شهور وغرامة من 3000 ل 5000 جنيه للي بيقوم بالتحرش، إلا أن ستات مصر لسه برضو بيعانوا من هذه المشكلة، يعني كلنا بنتأذي منها بصراحة. يعني طبعا ضيوفنا النهاردة دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، أهلا يا دكتور، وأستاذة جانات عبد العليم منسق مبادرة شفت تحرش. أمان 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 لمناهضة العنف الجنسي. أمان لمناهضة العنف الجنسي، أهلا طيب. بيكم. أهلا بحضرتك. أهلا بيكم. جانات، هو إيه هو التحرش بالظبط؟ التحرش على حسب التعريف الوارد في كل الاتفاقيات يعني، او في كل الناس اللي حاولت تعرف التحرش، هو بيبدا زي ما مها قالت من البدايه قبل دخولنا من النظره المتفحصه. اي فعل جنسي داخل بدايه من النظره، الملامسه، التتبع، الملاحقه، وصولا بقى للتلامس باليد والتحرش الجنسي والتحرشات الجماعيه، كل ده بيندرج تحت تعريف التحرش. بس الناس هنا مش فاهمه ان ده يعني تحرش، الناس فاهمه ان التحرش ان هو يمد ايده. حتى التتبع والملاحقه الالكترونيه هي تحرش. ازمتنا بس اللي بنعاني منها في مصر انه المعرضات للعنف الجنسي ما عندهمش درايه كافيه بايه هو التحرش، ومن يقوم بالفعل ما عندهمش درايه بايه هو التحرش. يعني لما في بعض الحالات تمسكي طفل ويقول لك والله ما اتحرشت بيها، ده انا حسست على ظهرها، او والله ما اتحرشت بيها، ده انا هو مش فاهم ان اللي هو عمله ده تحرش. انا الازمه عندي في عدم الوعي. فعشان كده مهما سنيت من قوانين بدون رفع الوعي ما عنديش آلية ولا إرادة حقيقية لأن أنا كده أنهي على الجريمة أصلا. طب على ذكر بقى سن القوانين وكده، دكتور رانيا، أنا الأول هتكلم يعني بما أن حضرتك عضو في المجلس القومي للمرأة، إيه دور المجلس القومي للمرأة في مواجهة التحرش والعنف عموما ضد المرأة؟ أولا إحنا كمجلس قومي للمرأة عندنا آليات مختلفة. عندنا يعني مناهضة العنف ضد المرأة من خلال الحملات والتوعية زي ما جانيت قالت، ورفع الثقافة المجتمعية تجاه قضايا المرأة وحقوق المرأة وملاحقة الجناة من خلال مكاتب الشكاوي وخلافه. والحاجة الثانية هي سن القوانين واللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة اللي بتقوم بإعداد مشروعات القوانين لعرضها على البرلمان. كويس جدا. امبارح بقى كان في مناقشه لموضوع الاقر القانون اللي بيغلص العقوبه، بيخلي المفروض ان العقوبه الحبس تتضاعف من 6 أشهر لسنه، والعقوبه الماديه من 5000 ل 10000 جنيه بالظبط.
من 3000 ل 5000 جنيه. ايه رايكم يعني في الموضوع؟ طبعا احنا محتاجين ده جدا، لان احنا علشان خاطر نواجه ده مجتمعيا زي ما حضرتك قلتي، النسب والاحصائيات اللي قام بيها مركز البحوث الاجتماعيه والجنائيه طبعا مطلعه الحقيقه نسب مخيفه ومرعبه، واعتقد ان احنا كلنا كسيدات او فتيات كلنا بنشعر بده. ما فيش واحده بتبقى ماشيه في الشارع حاسه بامان، وطبعا للاسف يعني دي حقيقه، مش هنخبي راسنا ومش هنقول لا ما بتسمعش كلمة أو ما بتبصصلهاش. يعني أيا كان شكل يعني التحرش، هو لفظي أو ملامسة أو تمعن أو كل الأشكال التحرش المختلفة، كل ده كلنا كسيدات وفتيات بنعاني منه مع اختلاف أعمارنا، مع اختلاف مظهرنا، يعني مفيش واحدة ست تقريبا ما بتتعرضش لده، ودي الحقيقة شيء محزن. يعني ان احنا نبقى في مجتمع المفروض ان احنا عندنا مجتمع شرقي ومجتمع محافظ ومجتمع كان عندنا قيم ومبادئ كتير قوي كنا سعدة بوجودها، وان يبقى الراجل هو اللي بيحافظ على المرأة وكرامة المرأة ويحافظ على كيانها، ان احنا نلاقي ان الراجل دلوقتي هو اللي بيتعرض للمرأة بكافة الأشكال السلبية. فإحنا محتاجين طبعا يعني إن إحنا نعضد وندعم من سن القوانين، ونقف جنب الدولة في مشروعات القوانين اللي بتقدم، وإن إحنا نبقى يعني بنفعل ده، ونوعي بقى الناس على أرض الواقع بالحملات كتيرة جدا مختلفة اللي إحنا بنقوم بيها كمجلس قومي. أعتقد لازم مطالبة وزارة التربية والتعليم فعلا زي ما كنا بنقول قبل الفقرة، إن لازم يكون في مادة أو يكون في حاجة تختص بمعامله الولد للبنت من النشأ الصغير. ده اللي احنا بنحاول نعمله الحقيقه في المجلس القومي للمراه، ان احنا بنبدا من الاطفال الصغيرين. يعني رغم ان احنا مجلس قومي للمراه، ولكن احنا بنبدا لان احنا اهتمامنا بينصب على الاسره ودور الاسره في المجتمع، ولان الاسره هي نواه المجتمع، وبالتالي فاحنا بنحاول ان احنا نفعل ده من الاطفال الصغيرين، لان الاطفال هم اللي هيكبروا، هم اللي هيمارسوا هذه العادات السلبيه، هم اللي هيتحرشوا. جانيت عايزه اسالك، انت شايفه ان المبلغ بتاع ال 10000 جنيه هو ده اللي يعني لا ما هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله بقى. انا مختلفه شويه مع دكتوره رانيا في ان احنا ما كناش محتاجين خالص التعديل اللي تم طرحه بالامس، اللي هو من 6 شهور لسنه. يعني احنا لو عايزين نبص، يعني انا ما اعرفش النائبه اللي قدمت المقترح بالتعديل عملت قعدت مع منظمات المجتمع المدني او المجلس القومي للمراه او كل المعنيين بشان العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في الشارع المصري، كان لازم حاجه زي كده يحصل عليها حوار مجتمعي. ما نتفاجئش ان النهارده الصبح خلاص اللجنه التشريعيه وافقت على ماده بتقول من 6 شهور لسنه. في حين ان في 2014 لما حصلت الاعتداءات الجماعيه وقت تنصيب الرئيس ليله تنصيب الرئيس السيسي في التحرير، لما قلعوا البنات والستات هدومها في الشارع، المنظمات النسوية ومبادرات المجتمع المدني المعنية بالشأن النسوي أصدروا بيان قالوا فيه مطالبات والعوار الموجود في القانون. كان لازم اللجنة التشريعية أو النائبات اللي عايزين يشتغلوا على ملف المرأة يطلعوا على البيان ده ويشوفوا إيه العوار الموجود بالفعل في القانون ونشتغل عليه. ما نجيش على مد أولا تغليظ العقوبة هيحد من الإبلاغ في الوقت الحالي اللي احنا فيه. لما بنت بيحصل لها تحرش في الشارع، اول ما طلع القانون بتاع 2014 بحبس 6 شهور ولحد سنة، لما كان بنت بتصر انها تعمل محضر كانت بتواجه الشارع بفكرة هو كل اللي هيعاكس بنت في الشارع هتحبسهولي. فالناس ما عندهاش قابلية انها يعني لازم نشتغل على رفع الوعي. عندي عوار شديد جدا 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 في القانون، وهو انا سعيده ان حضرتك عندك عوار يا جنات، بس استاذنك بقى عشان احنا معانا دلوقتي النائبه سوزي ناشد اللي قدمت ورقه التعديلات دي، فمهم جدا ان يحصل حوار على الموضوع. مساء الخير يا سياده النائبه. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ احنا بس انا بخير الحمد لله. كنا عايزين نتناقش مع حضرتك عن التعديلات اللي حضرتك قدمتيها على القانون. قوي قوي يا فندم، اتفضلي يا فندم. طب احنا الحقيقه الاول يعني اللي دفعني ان انا اقدم هذه التعديلات على القانون، ان انا المفروض ان القانون هو اللي بينظم سلوك المجتمع. وبالرغم من ان هناك تعديلات قد دخلت على القانون في 2014 الا ان الظاهره ما زالت قائمه وما زالت تتزايد، خاصه في المناسبات وفي الاماكن اللي بيبقى فيها الزحام. يعني اصبحت الاهالي
في الاعياد بتكون عندها هاجس من ان اولادها ينزلوا الشارع حتى لا يتعرضون لاي حاله تحرش. طب عايزه اقول لحضرتك على حاجه، احنا معانا هنا في الاستوديو استاذه جانات عبد العليم، منسق مبادره شفت تحرش، وايضا امان. امان اوكي طيب. فهي كانت عايزه ليها ملاحظات يعني، وعايزه تتناقش مع حضرتك عن بعض النقاط. اتفضلي. مساء الخير سياده النايبه. انا بس كان ليا ملاحظه على التعديل اللي حضرتك اقترحتيه وتوافق عليه بالامس، وهو ما تطرقش للاحتياجات اللي قالوها المنظمات النسويه ومنظمات المجتمع المدني، زي مثلا كنا بنطالب بقانون يحمي بيانات الناجيات من العنف. البنت بتتنازل عن المحضر تحت ضغط وممارسه ضغط مجتمعي من اهالي المتحرش، اللي بيقدروا من خلال اي امين شرطه باي رشوه بسيطه جدا يجيبوا بياناتها ويروحوا لها لحد البيت. طالبنا قبل كده بحمايه بيانات الناجيات من العنف، ومع ذلك ما فيش اي حد تطرق للقانون ده. كمان عندي في المواد المتعلقه بشان العنف الجنسي ماده 267 وماده 268 اللي ما فيهمش تعريف كافي ووافي لشكل من اشكال العنف الجنسي، وهو الاغتصاب، سواء الاغتصاب الشرجي او الاغتصاب الفموي. كمان عندي عوار في انه ما بيتمش توصيف حاجه زي الاغتصاب الزوجي في القوانين. في قوانين كتير جدا كنا بالنادي بتعدلها فيما يخص العنف الجنسي بشكل عام، مش التحرش بس. يعني الكلام حضرتك سليم وكويس، لكن انا الحقيقه الامر اقتصر فقط على مواد محدده. ولكن اللي هي 306 الف و 306. لكن الحقيقه اللي انا عايزه اقوله لحضرتك، هناك مشروع قوانين يتم الان اعدادها من جانب المجلس القومي للمراه بالتعاون مع مجلس النواب بشان وضع قوانين خاصه بمنع العنف ضد المراه، سيدخل في اطارها المواد التي حضرتك ذكرتيها والحمايه اللي انت ممكن تعمليها للمراه في هذا الصدد. لكن المشروع اللي انا قدمته كان الهدف منه هو تغليظ العقوبه، لان الحقيقه العقوبه اللي موجوده في القانون عقوبه يعني خفيفه، عقوبه غير رادعه. وبالتالي اذا كانت العقوبه لا تحقق الردع العام ولا الذكر العام، اذا اصبح القانون فارغ من مضمونه. ومن هنا جاء فكره تعديل العقوبات الخاصه بالتحرش العام بصوره عامه بالفعل او بالقول او باللمس. ايوه سيادة النائبة، كمان في عندي ان احنا طالبنا كمان بجزئية تدرج العقوبات في ظل العقوبة الضئيلة اللي حضرتك بتتكلمي عنها. كان عندي احجام من المجتمع ونساء وفتيات عن انهم اساسا يبلغوا نتيجة الضغط المجتمعي عليهم. مع حضرتك، لان عشان كده انا حضرتك قدمت توصية مع هذا القانون، لان انت عارفة يمكن من الصعوبة بمكان ادراجه جوه القانون، انه القانون هي الاداة التشريعية اللي في يدي، لكن انا عايز اغير ثقافه المجتمع ككل من خلال وسائل الاعلام زي ما حضرتك بتعملوا دلوقتي في قناه المحور، من خلال الخطاب الديني، من خلال التعليم، من خلال ثقافة. تغيير الموروثات والثقافه، انه المراه عندما تدخل الى قسم الشرطه فهي المدانه عاده. سامعني حضرتك؟ بالظبط. كل ده محتاج منظومه كامله، وليس حمايه بيانات اي بنت تتقدم ببلاغ، ده مهم جدا يا فندم. طبعا مهم إن جدا. انا اقول لها ما تخافيش، بالظبط، انا اقول لها ان المجتمع كله هيكون معاكي، ان المجتمع كله يسندك. دي ثقافه لازم احنا ننشئها، لانها ثقافه الحقيقيه الثقافه الموجوده دي ثقافه عقيمه، احنا عايزين ننشئ ثقافه جديده ان احنا لا المتحرش جبان يجب ان يخجل. طيب بالزبط. انا كمان عايزه اقول لحضرتك حاجه سياده نايبه، في السنه اللي فاتت المجلس القومي للمراه قام بتنفيذ استراتيجيه الاستراتيجيه الوطنيه لمناهضه العنف ضد المراه، وبتشرف ان انا كنت واحده في اللجنه التنفيذيه اللي شاركت في وضعها. يا ريت في المجلس النائبات المهتمين بالشان النسوي يتبنوها، لانه صياغه القوانين لوحدها مش كفايه، لانه الاستراتيجيه قلنا فيها انه لازم تتضافر كل الجهود، سواء وزاره عدل، وزاره صحه، وتربيه وتعليم، كل دي جهود، لان القانون لوحده مش كفايه يا فندم. مع حضرتك، لكن القانون هو وسيلة واحدة من الوسائل، لكن لوحده مش هيشتغل، لازم يكون هناك منظومة كاملة داخل المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة اللي أصبحت للأسف الشديد يعني سبة بالنسبة للمجتمع المصري، وبالنسبة حتى للسائح اللي بيأتي إلى مصر، وده طبعا بالزبط. أمر مصر. والسمعة نفسها سمعة سيئة جدا يعني. بنشكر حضرتك يا سيادة النائبة، ومعانا دكتورة رانيا هتكمل معانا عضو المجلس القومي للمرأة. بنشكر حضرتك يا فندم. طبعا الحقيقه احنا بنشكر الاستاذه سوزي على اهتمامها يعني بكافه قضايا المراه، واهتمامها بتقديم مشروع القانون.
وتواصلها الدائم مع المجلس القومي للمرأة. طبعا أنا الحقيقة مختلفة فعلا مع أستاذة جنات في اللي هي يعني الحقيقة ما فيش علاقة خالص ما بين أن أنا أغلظ العقوبة أو أشدد العقوبة وما بين أن أنا اقدم البلاغ. يعني ده مش معنى ان انا بغلظ العقوبه ان انا كده بمنع او ده هيقلل الفتيات او السيدات ان هم يقدموا بلاغات ضد المتحرش، لا بالعكس، احنا اللي احنا محتاجينه تغليظ العقوبه، لان العقوبه الشديده هترضع الجاني، فاحنا محتاجين عقوبات مشدده في كافه القوانين الحقيقه اللي يعني بتتعرض فيها المراه لاشياء سلبيه. الامر الثاني هو بقى يعني زياده وعي وثقافه السيده اللي بتتعرض للتحرش من خلال يعني الحملات اللي احنا بنقوم بيها. حضرتك دلوقتي مثلث النهضه بتاع اي مجتمع هو ثقافة وتعليم ثقافة وصح. أنا خلاص. بشكر حضرتك لأن دايما لا الحقيقة الناس بتتكلم يعني تعليم مهم. بس إحنا ثقافة ثقافة ثم ثقافة ثم ثقافة. أنا عايزة أقول لك هناخد وقت قد إيه علشان نعمل ده؟ طب وعلى ما ناخد الوقت ده؟ دلوقتي أي بنت ماشية في الشارع وحست بحركة غريبة أو نوع من أنواع جو يعني مش مظبوط حواليها تعمل إيه؟ تصرف تروح إزاي؟ لأقرب اسم شرطة تعمل بلاغ، عندها أنها وسيلة أخرى من خلال المجلس القومي للمرأة مكاتب الشكاوي في 27 محافظة، عندنا خط ساخن طول الوقت 15 المشكلة 115. إن أنا أروح أقول لهم إيه؟ في واحد عاكسني؟ طب هو فين؟ مشي. أنا هقول لحضرتك إحنا كنا محتاجين الحقيقة يعني هي دي لا وبعدين إيه عكسك قال لك إيه؟ يعني لا وساعات بجد بيقولوا طيب يعني بقى يا ستي ده موضوع إحنا فعلنا يعني شوية إن في مديريات الأمن دلوقتي بقى فيه وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة فيها ضابطات سيدات ضابطات ده مهم جدا. ده في القاهرة بس يا فندم مش في باقي المحافظات. لا لازم يكون موجود في كله. إحنا حضرتك اتعمل بروتوكول مع وزارة الداخلية وإدارة حقوق الإنسان علشان خاطر قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتفعيل الضابطات ووجود الضابطات في جميع مديريات الامن. بس للاسف هو مش موجود في داخل اقسام الشرطه او مراكز الشرطه، وبالتالي في بعض السيدات او الفتيات اللي ما عندهمش فكره ان هي ممكن انها تطلع على مديريه الامن وتتوجه بالبلاغ. الامر الثاني زي ما قلت لحضرتك الشكاوي، انا كان عندي اقتراح قبل كده ان احنا يبقى في وحدات او اكشاك متناثره يعني في الاحياء يبقى فيها فرد أمن أو أمين شرطة أو يعني ضابط أو أي شخص مسؤول ممكن أن يبقى فيه سرعة يعني يبقى فيه سرعة للتوجه ليه أن هو يحمي الفتيات، طالما أن احنا الحقيقة بقى فيه حالة من التراجع في الشهامة والمروءة من لأن دلوقتي ممكن واحدة تتعرض لسرقة أو تتعرض للعنف أو تتعرض للتحرش أو أشكال عنف مختلفة، ولكن مفيش حتى رجال اللي واقفة في الشارع بتبقى شايفة المنظر هي منظومة كاملة متكاملة على بعض. انا حاسه ان الوقت قليل وان احنا لازم نتكلم في الموضوع ده اكتر من مره بجد، لان الموضوع بيأذي كل بنت وكل سيده موجوده في المجتمع محجبه منقبه متبرجه زيي بس سافره ايوه سافره زيي بس فعلا محتاجين وقت اطول من كده ومحتاجين ان البنات تتشجع. وبنشكركم جدا على تواجدكم معانا وناسف لضيق الوقت يعني ودلوقتي يعني